حاجة مهمة جدا لازم نتعلم ان احنا ازاي نحسبها هي الافكتيف دوز. هي الافكتيف دوز هي يعني بيسك ذا ايكويفالنت هول بودي دوز. يعني لو احنا بنتكلم ان احنا بنعمل اكسبوجر لسنجل بارت اوف ذا بودي بيسكلي، فالريسك از بروبورشن تو ذا افكتيف دوز اللي احنا بنتكلم عليها دي. يعني بنتكلم بقى ان احنا عاده لما بنيجي نعمل تصوير لحاجه معينه في حاجات تانية كمان معاها بتتعرض للاشعه معاها، مش بس الحاجه اللي احنا بنصورها وبس. يعني فرضا احنا دلوقتي بنصور مثلا القلب مثلا، او بنصور مثلا الـ يعني العظم اللي موجود مثلا في الريبس، بيتعرض مثلا معاها اللنج، ويتعرض معاها القلب، ويتعرض معاها لو في مثلا الاشعه مثلا نازله الجزء تحت شويه ممكن الليفر، وممكن الجزء اللي فوق اللي هو يعني جزء من الرقبه مثلا يبقى فيه الثايرويد. ففي اجزاء كتيره من الجسم ممكن تتعرض في واحنا بنصور حاجه معينه. النقطة ان كل نوع من انواع الانسجة اللي موجودة في الجسم له حساسية مختلفة للاشعة، يعني مختلفة عن الانسجة الاخرى. يعني على سبيل المثال، يعني احنا عامة الدوز بنحسبها ان هي عبارة عن weighted sum، كل واحدة من الدوزز اللي احنا بناخدها عند كل واحدة من الاورجنز مضروبة في weight، والweight ده بيعتمد على الاورجن نفسه هو ايه. يعني لو احنا بنتكلم على الجونتس، جونتس دي اللي هي بنتكلم على الاجهزه التناسليه اللي موجوده في الجسم، بنتكلم على الويتنج فاكتور اعلى حاجه 0.2. يعني نفس الدوز لو احنا اتعرضنا ليها في منطقه الجونتس هنلاقي ان التاثير بتاعها اكتر بكتير جدا من منطقه اخرى، من اي منطقه اخرى. الاكتيف بون مارو برضو من الحاجات اللي هي بيحصل لها ديفرنشيشن عشان تبقى بعد كده يعني تطلع بقى انسجه، او تطلع اللي هي كرات الدم الحمراء مثلا علشان يعني تعمل يعني رينيوال للدم، بنتكلم عنها 0.12. الكولون اللي هو القولون بنتكلم على 0.12. اللنج 0.12. الاستومك 0.12. نبتدي بقى نشوف بعد كده بقيه الحاجات الثانيه، مثلا بنتكلم على البلادر، البريست، الاسوفيجس، الليفر، الثايرويد، كلهم 0.05 اقل بكتير. يعني بنتكلم مثلا على التعرض للجونتس بالنسبه للليفر بنتكلم على 4 مرات الافكتيف دوز في الجونتس بالنسبه للليفر لو تعرضوا هما الاثنين لنفس الاكسبوجر. فلازم نبقى واخدين الكلام ده في اعتبارنا، ان الكلام ده مهم للغايه. بنتكلم على البون سيرفيس ونتكلم على السكين بتبقى اقل بكتير 0.01. احنا ممكن بقى لاي وضع معين من اوضاع التصوير ممكن نحسب الافكتيف دوز، والافكتيف دوز دي الحقيقه بتبقى مهمه جدا عشان نعرف يعني الاكشوال او الحاجه اللي هي بتاثر فعليا في الدوز نفسها او بتاثر فعليا في الانسان بتبقى حوالي قد ايه في وضع معين.